السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بفضل الله أنا أغلبية تكاتي حصرية يعني بفضل الله. بص بقى، هنخش قوام على الكلام الجميل ده. معايا شوية بطاطس، تمام؟ ايه يا نصر، اكلنا بطاطس؟ لا ده احنا اكلنا متنوع وفي كذا حاجة. بص يا ستي، ايه البطاطس دي؟ مسلوقة، مسلوقة نص سلقة او سلقة كاملة، اي كان يعني. سيبيها تبرد، قطعيها، تمام؟ اسملها بقشرها، اعملها بقشرها، عايزه تقشريها براحتك. طب ايه اللي انا حطيته على ايه يا نصر؟ اللبخه اللي انت حطيتيها، اللبخه دي عباره عن معلقه من النشا على 3 ارباع كوبايه ميه بارده على معلقتين خل على نص عصير، نص عصره ليمونه، نص عصير ليمونه يعني، على توم، شويه توم بودره وشويه فل، توم بودره شويه بصل بودره شويه فلفل شويه بابريكا، تمام، شويه طبعا ملح. حقيقنا كل الكلام الجميل ده لما تخن معايا زي ما انتوا شايفينه، في تخنته كده حاجه بسيطه يعني، وسط يعني زي المهلبيه، اخف شويه مش قصه، تمام. خدناه غمرناه في هذه البطاطس والصينيه دي او الطاسه دي، دهنينها زيت، تمام، مشغلين الفرن بتاعنا جامد يعني، مش بتاخد زيت كتير ومش بتاخد وقت كتير لانها يعني اوريدي كده هي مسلوقه 3 ارباع سلقه او سلقه كامله او ايا كان. وتعالي بقى يا ست الكل، الناس اللي بتقول لي انت جاي ما تجيبي لنا شيري توماتيم يا نصره، اللي بتاع توماتي شيري توماتيم دي بتاعت الناس الاغنياء يا نصره. لا يا حبيبتي، بفضل الله جبت لك طماطم عاديه خالص من بتاعتنا، بتاعت الناس اللي مش مبسوطه قوي، نص نص يعني. طب عملنا ايه في الطاسه دي؟ سخنا الطاسه جدا جدا زي ما انت شايفه كده، وروحنا حاطين سنه زيت، اي زيت، زيت زيتون، زيت ذره، اي حاجه، تمام. ورشينا ايه، خدي بالك من التكه دي، رشينا رشه سكر ورشه زعتر ورشه فلفل اسود بس، فقط لا غير. ملح نو، ملح لا لا لا، ملح لا، ليه؟ لا ملح لا، هينزل لك ميه يبوظ لك الدنيا، هيبقى لونها مكرمل، هتبقى تتشوي بسرعه، بقى طعمها جميل. قدميها مع اي حاجه، قدميها مع اي اكله، قدميها مع سندوتشات، قدميها مع اللحمه اللي بنقدمها النهارده، براحتك. اعمليها يا ستي، اشويها بالطريقه دي جنب طبق بيض اومليت. شوفي الموضوع سهل وبسيط، الاكل ده ده حريتك انت، ده مزاجك انت، دي رغبتك انت. شايفه الكلام الجميل؟ ملح لا، تمام. هنا بقى الجريلا الجميله اللذوذه دي، احنا رشينا عليها رشه فلفل، لا رشه فلفل ايه، لا رشه سكر، ودهنها دهنه زيت. خلي بالكوا لازم تسخن كويس جدا جدا، وبعدين ندهن دهنه زيت بسيطه، محدش يدلق زيت، لان لو دلق زيت الدنيا هتولع. دهنه زيت كده بالفرشه، تمام، ورشه سكر بس. اللحمه تكون بحراره المطبخ. ليه بحراره المطبخ؟ اللي هي الحراره العاديه جدا، عشان لو اللحمه ساقعه ودي سخنه وحطيتيها، اللهم اني هتنزل ميه قد كده. احنا عايزين نكتم الميه، احنا عايزين نكتم حريتها. طب ليه يا نصر بتحط رشه سكر؟ بحط رشه سكر يا سكر عشان تبقى تديني اللون البراون. يا ولاد نصر بتتكلم انجليزي يا ولاد، مش هقول لكم بقى على الحبشتكات والمشتكات، اعملوا اللي تقدروا عليه، شيروا الفيديو للي تقدروا عليه، شاهدوا الفيديو، فيديو صغير جدا، تمام، هتديني اللون الكرمله دي، تمام. اما بنفرشها على البتاعه دي، بنسيبها تقريبا كام دقيقه، وبعد كده بنقلبها الناحيه التانيه بسيط، ما نفضلش نقلب فيها كتير عشان ما تنزلش ميتها، تبقى زي الكاوتش ملحوظه. وهنا عندنا فلفل مجروش بعد ما خدت اللون واتقلبت تقلبتين، ما بتاخدش 3 4 دقايق، تمام. بعد كده بنرش رشه الفلفل المجروش، وده بيدي طعم جميل جدا، ورشه الملح، وبعد كده بنحط عليها معلقه زبده بحراره المطبخ برضو عشان تسيح وتتشربها، وبنكمرها بنكتمها ملحوظه زي ما بقول لك كده. لو انت ايه، لو ده ايه بقى، ده كريمه حمضان اللي عملتها ولا اي حاجه، جبت زبادي وكان عندي كريمه طهي، حطيت معلقتين عليها، ضربتها ضربه كده، رشيت عصرت نص ليمونه او ليمونه كامله وقلبتها، بقت عامله زي الكريمه الحامضه بالظبط بالظبط بالظبط، وادي الاكل بتاعنا. مش لازم ان انت تعملي عيش يعني، الاكله دي هتعمليها في بالظبط هتاخد 10 دقائق او 12 دقيقه من غير طبعا العيش. العيش انا عملته كتير معاكم قبل كده، وممكن جنب رز تعمليها، جنب عيش، جنب سندوتشات تعملي اي، زي ما انت عايزه انت ومزاجك، الاكل ده حريه شخصيه.
زي ما انت شايفه الاكل الجميل، طماطم مشويه رائعه، شايفين الجمال والدلال، شايفين البطاطس طعمها جميل جدا، ممكن تبقى كريسبي شويه بس هي الطعمه احلى من انها تبقى كريسبي او مش كريسبي. جربوا الوصفه وقولوا لي ايه رايكم. وهنا كان عندنا واحده افوكاتو حطيناها قطعناها كده، دي اللي كانت موجوده، واعتقد زي ما انتم شايفين الزبادي بال كان عندي كريمة طهي، انا كان عندي كريمة طهي فحطيت معلقتين وضربتهم بالمضرب الكهربائي مع عصرة ليمون، ادوني بنسبة 80% طعم الكريمة الحامضة. اي حاجة بنمشي بيها، مش عشان احنا بنشتغل في مكان شيك هنجيب حاجات غالية جدا، لا، اللي موجود بنمشي بيه. زي ما قلتلك اللحمة لو لقيتيها انا يحطيها في طاسة وشوية مية بتغلي ووطي عليها سيبيها لمدة 10 دقايق والدنيا هتتظبط معاكي. قولي لي بقى ايه رايك في اكل نصرة السهل البسيط اللذيذ اللي هو فيه تكات جديدة. يا ريتك تجربي الافكار بتاعتي وتكتبي لي ايه حلو ولا وحش، ايه اللي عجبك ايه اللي ما عجبكيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا عسلات.